السلام عليكم، نرحب بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية كالمعتاد مع أبرز ما تم تداوله من فيديوهات حازت على اهتمامكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اخترناها بعناية لعرضها ومناقشتها وتحليلها معكم. في يوم 24 من شباط الماضي خرجت تظاهرات في محافظة واسط للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي العزيزية من متظاهري ثورة تشرين، وبعد 4 أيام خرج المتظاهرون في بغداد وتضامنوا معهم. واليوم أصدرت محكمة جناية الكوت حكما بالإعدام بحق المتظاهرين 4 بعد اتهامهم بقتل ضابط باستخدام رمانة يدوي، رغم انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب بشهادات كثيرة. ولكن السؤال هنا، كيف يتم اتهام 4 شباب برمي رمانة واحدة؟ لنشاهد جانب من تظاهرات التي دعمت متظاهري العزيزية. إلى متظاهرين العراق جميعا، إلى ثوار تشرين الأحرار، إلى كل شريف وغيور اليوم ويقول أنا متظاهر، خلي اليوم يوقف في دول الشباب. طبعا دول الشباب 4 دعاوى كيدية، لأن من ثوار تشرين دعاوى كيدية صار لهم 9 أشهر. هذا الشخص هم عليه دعوة كيدية وصار 9 أشهر بالسجن، وأبوه هو بالسجن وأبوه مات، والآخر اللي حسب ما سمعت أمه هو بالسجن وما انعمل. ومدير الإجرام، مدير الإجرام مال الكوت متكفلهم حسب ما سمعنا متكفلهم 100 مليون ونفس الشيء. فاليوم نلتقي بالأخ ونشوف قضيتهم جميعا. 4 من الكوت، 4 من طبعا. نعم، دعواتهم كيدية صارت 9 أشهر. كيدية صار لهم 9 أشهر بالسجن، وهاي عدة تقارير طبية تدل على حجم التعذيب اللي يتعرضوا له دول، وعمرهم 19 سنة إلى 20 سنة. الحكم جاء بعد وقفات عديدة شهدتها كافة المحافظات، وجرى عرض عدد منها في حلقاتنا السابقة للمطالبة بإطلاق سراحهم وإعادة النظر بالتقارير الطبية اللي تثبت تعرضهم إلى التعذيب عند انتزاع هذه الاعترافات. لنشاهد هذه المناشدة المهمة من أمهات المتظاهرين حول قضيتهم قبل استعراض التغريدات على وسم أوقفوا إعدام شباب العزيزية. بسم الله بشهداء، بسم الله بالمعتقلين الأبرياء. نحن عوائل معتقلي العزيزية 4، محمد عطية حسين عباس علي عزيز كاظم هادي كاظم حسين صدام هاشم، باسم الإنسانية وباسم العراق نناشد العراقيين الأحرار والمحافظات الثائرة بالوقوف ومساندة إخوانهم ثوار تشرين المظلومين ومع جميع المظلومين بتهم كيدية في العراق. نطالب القضاء الأعلى بإسقاط التهم الكيدية ضدهم. نحن عوائل معتقلين نطالب جميع أحرار العراق بالوقوف معنا أمام القضاء العراقي في بغداد. الحكم بالإعدام جاء لهؤلاء 4 باتهامهم بقتل ضابط برمانة يدوية واحدة. كيف يمكن تصديق هذا الحكم؟ وزير عراقي يقول تحت هاشتاج أوقفوا إعدام شباب العزيزية التهمة ملفقة عليهم لأنهم أحرقوا صورة سليماني على مقر العصائب، وهذه مكيدة مبيتة لهم. القضاء الفاسد يحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على متظاهري تشرين، شباب مدينة العزيزية فتية وأطفال بعمر الزهور التهمة كيدية من العصائب وشهود الزور من العصائب. علي يقول تاجر المخدرات يعفى بمرسوم جمهوري ويغادر العراق، وشباب يتظاهرون من أجل لقمة العيش وتظاهر كفيلها الدستور يحكم عليهم بالإعدام. يدمر أو بلد يدمر ويسفك دماء الملايين بحجة الديمقراطية، وشباب يعدمون بسبب تظاهرة. خوش ديمقراطية، يعني ديمقراطية جيدة. أثير يقول لو كان لديكم ميليشيا أو مسؤول أو واسطة لخرجتم بعفو أو برشوة للقضاء الفاسد، ولكن لأنكم فقراء فسيكون هذا مصيركم في بلد لا دولة ولا قانون. بهاء يقول يد القضاء خفيفة على السياسيين وأحزابهم وثقيلة على متظاهري تشرين، أوقفوا إعدام شباب العزيزية. من هذا الخبر نذهب إلى خبر آخر، حيث على الرغم من قرار الكاظمي في وقت سابق بإيقاف إزالة التجاوزات حتى إيجاد أماكن سكن بديلة للمواطنين، إلا أن القوات الحكومية في البصرة تحاول إزالة منازل عشوائية بالقوة، حيث اعتدت على المواطنين الرافضين للإزالة بالعصي والهروات في منطقة الخربطلية في البصرة. Yeah.
وفي ذات السياق سنشاهد موظف حكومي يهدد إحدى النساء التي ترفض إزالة بيتها بالسحل في مشهد يعكس التعامل اللا إنساني من قبل المؤسسات الحكومية مع مواطني بلده. يعني نقول يا وزارة الإسكان، يا وزارة البلديات، يا أيها المسؤولين المسؤولون، يعني أين يذهب المواطن إذا أخرجتموه من بيته بدون بديل؟ ضمن التعليقات وسام يقول انطوهم بديل، وين تروح الناس؟ هو غير مضطر قاعد بهيج مكان. ميثم يقول المحافظ يعرف مافيات تزوير الأراضي بس ما جاي نعرف ليش ساكت لهم ورايح على الفقراء، أقصد الحواسم والأراضي الزراعية. ابن حاتم يقول هو بطل الزيت صعد وانتم تسحلون بالنساء، ما تسحلون مفسدين الدولة بالأول وتالي، تعال على الفقراء واسحلهم. أحمد يقول لو بيكم خير طلعوا الأحزاب الماخذة دوائر الدولة مسويتها مقرات. تعليقات يعني من المواطنين كفيلة بأن ترد على مثل هذه العمليات. ملف آخر مهم وتفاصيل جديدة من ذوي العقيد غني ساجد خلف الذي أشيع خبر انتحاره في النخيب قبل أيام، وشقيق العقيد ينفي خبر الانتحار ويؤكد أنه لا توجد أي مبررات لعملية انتحاره من ديون أو غيرها، كما يوضح أن هناك أثار تعذيب على جسده. أما رسالة الانتحار المتروكة بجانبه فليست بخط يده. لنشاهد شهادة شقيق العقيد. تاريخ 4/3/2022 الساعة 12:30 الظهر تم اتصال بنا من قبل المقر المسيطر التابع لقيادة عمليات النخيل، وأعلمونا بأن أخي متوفي وطلبوا منا الحضور إلى مقر القيادة. لدينا ملاحظات على طريقة الشنغ. الملاحظة الأولى بأنه الشنغ نفسه ما يخلي رجله على الكرسي، لازم الكرسي يكون لازم يحركه يا أما يمين أو يسار، والثاني لازم رجليه ما تكون ملتصقه بالارض، لازم تكون مرفوعه عن الارض ما يقارب 50 سم، اضافه لانه قطعه القماش مستحيل تحمل هيك وزن، والقطعه القماش مربوطه بالمروحه مو مربوطه بالشنقال مال المروحه بالعاميه نحكي بها. واحد وليديه متنيات معناها اكو مقاومه، يعني اكو الشقيق تعرض الى الخنق قبل ان يعلق. أيضا يوضح هنا شقيق العقيد أثار التعذيب التي شاهدوها في دائرة الطب العدلي، ويظهر الصور من هاتفها الشخصي. وهنا نطالب دائرة الطب العدلي وخبراء الخطوط بالتحقيق في موضوع الانتحار، وما إذا كان حادثة جنائية أو فعلا انتحار. ساعتين ودونا هناك للطب العدلي في كربلاء، كانت حسنية أو محسنية ما نعرف والله أعلم. طعم الشغل أدلة الجنائية، قلت تفتيش الجثة وجدت فيها آثار تعذيب، والبيئة آثار التعذيب هاي الآثار التعذيب الموجودة. هذا الأثر الأول الركبة مالت اللي شغل نفسه سوى هيش أثر. الأثر الثاني بالرجل الثاني، هذا بالرجل الثاني حتى تكون واضحة. طبعا بين آثار التعذيب بين هذه شو لها، ما يحتاج إلى لا كاف ولا لا. إضافة إلى موجود آثار تعذيب ظهري، هاي الظهر، هاي الظهر موجود بها آثار تعذيب موجودة فأضحى للعيان. وسائل الإعلام تناقلت بأنه سبب الشنق من أخوي متراكم عليه ديون. أخوي ما عنده أي ديون، والخط والرسالة الموجود اللي تناقلت وسائل الإعلام والموجودة لا تعود الخط لشقيقي إضافة للتوقيع الموجود. ونأخذ جزء من تعليقات العراقيين على الفيسبوك على هذا الموضوع، الموضوع الخطير إذا كان انتحار أو شبه جنائية. سامر يقول أخي لازم أكو تشريح ومجلس تحقيقي، وأنت مدعي بالحق الشخصي عوف الفيس وتوجه لدائرته ودون إفادتك، خلي محامي يطلع لك أو يطلعك على الحقيقة الله يرحمه.
أيضا علي يقول مستحيل يقدم على هذا العمل، أعرف هذا الشخص أو هذا الرجل جيدا عندما كان ملازم أول، هذا الشخص يعرفه، صاحب خلق ودين وأنا متأكد أنه قد أغتيل. أكرم يقول إي فعلا احتمال مقتول حسب كلام أخوه، لا مطلوب ولا يعاني من مرض نفسي. أيضا فاطمة تقول إحنا بالعراق العظيم كل شيء نتوقع يصير بينا، هاي القضية حال مجزرة جبلة وغيرها من القضايا. إذن قضية مهمة أخرى يرجى التركيز عليها من قبل القضاء والطب العدلي. في مشهد من مشاهد الانفلات الأمني الذي تشهده مدن العراق وفي ظل غياب سلطة القانون، سنشاهد عملية سلط مسلح تستهدف مكتب صيرفة وسط مدينة البصرة في وضح النهار وأمام أنظار المارة. أما في محافظة بابل فقد انتشرت أنباء عن عملية سلط مسلح استهدفت هذه المرة مشجب تابع لمركز شرطة المسيب شمال المحافظة، وتمت سرقة 180 بندقية وربما كيلو ذهب كما أشيع. نرجو من شرطة بابل أن تنفي أو تؤكد الخبر لأنهم ربما يحتاجون إلى حماية فضلا عن أن يوفروها. في فيديو آخر هذه مجموعة من عناصر الجيش الحكومي وهي تتوسل بمسلحين تابعين لإحدى العشائر أن يوقفوا القتال. واحد الجنود يتحدث المسلحين ويقول نحن جيش لا نقدر عليكم، في مشهد يظهر انهيار المؤسسة الأمنية في العراق ونفوذ سلطة السلاح والميليشيات. أما في حي أور شرقي بغداد، هذا الحي شهد تعليق دوام إحدى المدارس بسبب نزاع عشائري قرب المدرسة، وذلك عبر منشور نشرته على صفحتها بالفيسبوك. نأخذ التعليقات سريعا عن هذا الخبر. زينب تقول يعني حكومة ما تقدر تسوي شيء، عجيب. أيضا فاضل يقول لعنة الله على من جعل من بغداد الحضارة والثقافة وسوح النضال إلى مرتع شذاذ الآفاق. أيضا حميد يقول بالله هاي دولة من طاحظ هيك دولة. أيضا حسن يقول انفلات السلاح وقتل الأبرياء وحكومات تشكل وفق مزاجات الأحزاب الفاسدة. فاصل ونواصل فقراتنا لهذا اليوم. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على التبعات الاقتصادية التي خلفها قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار، والذي اتخذته الأحزاب الحاكمة بذريعة سد العجز المالي الذي رافق انخفاض أسعار النفط أواخر عام 2020. وجدول الاستمرار بتطبيق هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، وقد وصل متوسط البرميل 120 دولار، بينما توقع أن يتم إقرار الموازنة في حدود سعر 45 دولار. رفع سعر الدولار مقابل الدينار باتفاق كل الكتل السياسية، وكل الزعامات كانوا قاعدين يم الكاظمي والرئاسات الثلاث وطرح عليهم الموضوع وصوتوا بالإجماع.
المتصحر، شو محصل العاقل، شو محصل الفقير؟ عندكم غيره؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أهلا بكم من جديد ضمن فقرة بريد الوالد. وكما وصلتنا هذه الرسالة، أستاذ الأفرح مع والديك، نريد توصلون صوتنا على مدير موارد المائية في البصرة. يقول بخصوص قطع الأنهر على عيني ورأسي، ماكو مشكلة بس العايشين على الله وعلى الصيد، كل إحنا عندنا زوارق، يعني ما نقدر ندخل زوارق إذا راح يصير بوري، يعني قصد أنبوب كبير يسد النهر. نطالب من مدير الموارد المائية يسوي لنا جسور، واحنا صيادة عايشين على الله وعلى الصيد، قضاء الفاو والجنوب ناحية الخليج. نتمنى أن تصل هذه المناشدة إلى المسؤولين. فاصل مواصلين حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد. بعد اعتداء حماية النائبة سهى السلطاني التابعة للتيار الصدري على المتظاهرين المطالبين بتخفيض الأسعار، تجمع عناصر ميليشيا السرايا ونواب عن التيار حول منزل النائبة، معبرين عن دعمهم لها، معتبرين أن الحق معها وليس مع المتظاهرين. وقد غرد رواد منصة تويتر تحت وسم هل هذا أصلاح في تساؤل الكتلة الصدرية التي تدعي الإصلاح، هذا الإصلاح الذي تتحدثون عنه أن تهاجموا وتضربوا كل من يخالفكم. ضمن هاشتاغ هل هذا أصلاح، فرات يقول منطق الدولة شيء ومنطق الميليشيات شيء آخر، فأما تكونوا صادقين في دعوتكم لاحترام القانون وتسلمون من الخطأ واعتداء على المتظاهرين والجهات المختصة، أو تعلنوها بصراحة أن منطقكم ميليشياوي لا يحترم الشعب ويستقوي بقوة السلاح، ويبقى يبرر هذا الفعل بحجة الاستهداف السياسي. أيضا دكتور مروان يقول من نحشي على التيار الصدري يقولون لا تحشون عليهم، ناس وطنيين يحبون العراق، لكن في الحقيقة والواقع ناس مجرمين جلادين، عصابة غير منضبطة تقتل كل من يعارضها. عباس الطائي يقول الوقوف بوجه أكثر الميليشيات إرهابا وهمجية موقف لا يفعله غير الرجال الحقيقيين. حسام يقول أصوات الحق ترعب الفاسدين، هذا حال شعبي إن خرجوا وطالبوا بحقوقهم إما يقتلون أو يغتالون أو يسجنون، حفظ الله العراق من شر الأشرار. إذن كانت هذه الهاشتاغات تحت وسم هل هذا إصلاح. نذهب إلى فاصل وآخر فقراتنا لهذا اليوم. بعد صولات وجولات عظيمة في تاريخه الكروي، الأسطورة الهولندي سيدروف يعلن إسلامه. انتهت حلقة اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة ونلتقي في الأسبوع المقبل وحلقات وفقرات جديدة. إجازة سعيدة.